استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير فخامة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان بمناسبة زيارته للمملكة ورحب جلالة الملك المعظم بفخامة الرئيس الشيشاني وبحث معه العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين وكل من جمهورية الشيشان وروسيا الاتحادية لمزيد من التعاون المشترك لما فيه خير وصالح الجميع كما تم بحث القمه العربيه الاسلاميه التي ستعقد في المملكه العربيه السعوديه معربا جلاله الملك المعظم وفخامه الرئيس الشيشاني عن تمنياتهما لهذه القمه المرتقبه بالتوصل الى نتائج طيبه تسهم في احتواء التصعيد في المنطقه وحمايه الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني الشقيق من جانبه عرب فخامه رئيس جمهوريه الشيشان عن شكره وتقديره لجلاله الملك المعظم لما حظي به من حفاوه الاستقبال وكرم الضيافه وعن بلغ اعتزازه بجهود حضره صاحب الجلاله الملك المعظم لتوطيد علاقات الصداقه واواصر التعاون بين البلدين